صحيح. هم يقولون سيد الرئيس أن الجيش وقف معك ودعمك ثم شعر بأنه قد لا تكون عفوا الرجل المناسب فأراد أن يتراجع ويخلق لك بعض المشاكل، هذا على الأقل ما يقال في بعض الأوساط الموريتانية. هذا جزء من ما يقال، يقال الكثير، والحقيقة هي بأن الجيش في الفترة الانتقالية فعلا في ضباط دعموا بعض المترشحين، وأنا فعلا في ضباط دعموني الحملة الانتخابية، وهذا الضباط أنا قريبين مني جدا، الأمن كله الآن عندهم، أنا لأني أحتسب أنهم ضباط ممتازين جدا وحريصين على مصلحة البلد، أنا عينتهم كما ذكرت، واحد منهم هو رئيس أركان القوات المسلحة، واحد هو رئيس الأركان الخاص، وقضية الأمن طلبت منهم أن يهتموا بصفة خاصة ويلعبوا دور كبير في مكافحة الإرهاب، وفي الحقيقة لا أرى ما أقوله أزيد من هذا الكلام، يبدو أن الرأي لا بد له أن يصورني بأني لعبة في يد الجيش أو في صراع مع الجيش، والحقيقة أنا أريد وأتعامل معهم بطريقة تختلف، أنهم مساعدين يساعدون، أنا أريد وأتعامل معهم بطريقة تختلف، أنهم مساعدين يساعدوني وأنا فالش فيهم. لأن السيد الرئيس هناك من يعتبر بأن مثل ما ذكرت هؤلاء الضباط لم يعودوا راضين تماما عن أداء الرئيس، والآن أمام الرئيس الموريتاني أحد أمرين في كل الأزمة الحالية، إما أن يحل البرلمان، وهذا إذا ما أعيدت الانتخابات فقد تعود نفس الوجوه وتعود نفس الشخصيات وهذا مشكل، وأعفاء الجنرالين أيضا خيار غير مأمون، لأن المؤسسة الأمنية مؤسسة يعني لحد كبير ماسكة بدواليب البلاد، هل فعلا هناك معضلة على هذا المستوى؟ لا، في الحقيقة احنا الآن لما نحول البرلمان، واحنا الآن لم نفصل الجنرالات، إذا نحن الوضع غير هذا، وهذا الوضع أنا أريد أن أمشي فيه، هو وضع هذا يتطلب أن البلد أنه يتجنب مشاكل، وأن يسير فيما يأجل الشعب الموريتاني، أن نبذل جهودنا كلها لبنيان هذا البلد وحل العمل من أجل حل المشاكل اللي تعرض لها، المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. هل هذا الوضع يعيد إلى عكس ما كنا نبتغيه في موريتانيا على أساس الفصل بين المؤسسة العسكرية وبين الحكومة والعمل السياسي، على أساس أن حتى زعيم المعارضة أحمد ولدادة قال بأن حياد الجيش كان شعارا خادعا، وأننا ما زلنا نعاني هذا التداخل بين المؤسستين المدنية والعسكرية، كيف تنظرون إلى هذه الإشكالية؟ هذا الكلام حديث، هو سابق كلام زعيم المعارضة. لا، هو الإشكالية المطروحة الآن سواء في الأسابيع الماضية أو الآن، هو أن في الحقيقة موريتانيا لم تتخلص من هيمنة العسكر بشكل أو بآخر. يعني أنا بالنسبة لي عندي برنامج، وهذا البرنامج أنا مقتنع به، والأشياء ننظر إليها بحسب تقدمي في إنجاز هذا البرنامج، ما دمت قادر أني أتقدم في إنجاز هذا البرنامج هذا هو ما أتطلع إليه، والأشياء سوف تختلف إذا وجدتني عاجز عن أني نمشي
في أداء هذا البرنامج. يعني بهذا المعنى، هل يمكن أن يصل الرئيس الموريتاني في فترة من الفترات إلى حد الاستقالة إذا ما ظلت إشكالات معينة مطروحة بشكل حاد؟ لا أنا لا أرى، لا أرى داعي للاستقالة. أنا 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 أنا, أنا منتخب بطريقة أحتسب من الكل وافق أنها طريقة كانت شفافة ونزيهة، وأنا كرئيس ولا أرى سبب أني أستقيل فيه. قد أتعرض إلى بعض من المشاكل وسوف أحاول أن نحل هذه المشاكل، وكل ما يمكن أني أقول أني سوف أبحث عن كل ما من شأنه أن يخليني أتقدم في إنجاز هذا المشروع اللي عندي، هذا البرنامج اللي عندي. لكن ألا تخشون في هذه الحالة سيد رئيس من أنكم ستضطرون في الفترة المقبلة إلى الكثير من التحرك الحذر مع من ربما بصدد وضع العصي في الدواليب مثل ما يقال، فبالتالي لن تتمكن من تحقيق برنامجك الذي انتخبت من أجله، لأنك ستظل في النهاية حريص على توازنات مع المؤسسة الأمنية والعسكرية، وحريص على توازنات مع البرلمان ومع النواب ولائهم يتغير، وبالتالي قد لا تستطيع أن تنفذ ما كنت وعدت به الناس. هذا هو الكلام اللي قدرك. سوف أرى ذلك ما دمت أشعر بأني أتقدم في إنجاز هذا البرنامج. أنا ما عندي أي مشكلة في التعاون مع البرلمانيين عندما أجد أنه ما فيه مجال للتعاون في إنجاز هذا البرنامج. سوف نصل إلى ما تكلمنا عنه من قبل، حلول خاصة حل البرلمان أو شيء زي هذا، لكن لا أريد أن أصل إليه ولا أريد أن أفكر فيه ما دمت شايف طريق أن التقدم في إنجاز هذا البرنامج اللي موجود عندنا، اللي هو اللي أحتسب وتحسب يحتسب أغلبية الموريتانيين أنه فيه المصلحة لهذا البلد. ما رأيكم في مقالة زعيم المعارضة مرة أخرى والدادة من أن في النهاية الرئيس وجماعته مثل ما قال منشغلون بخلافاتهم السياسية الداخلية وهموم الناس ومشاكلها وغلاء الأسعار والغذاء في واد آخر، هم منشغلون في هذه الأمور ومشاكل البلاد تتراكم ولا حلول لها؟ هذا الكلام كلام عادي من زعيم المعارضة. أذكر أني قبل سنة وزيد من سنة كان فيه حجز في مياه الشرب، وكان بعد شهرين أو أقل من شهرين بعد تنصيبي كرئيس حملت مسؤولية هذا. قيل أن هذا الرئيس لا يهتم بالشعب والشعب عطشان ويحتاج المياه، وأظن أن المعارضة وأظن أن هذا أنه دورها أنها كل ما تجد إمكانية أن تنتقد الحكم فأنها تقوم به. أنا ماني مشتغل ولم يبدو في هذه الفترة الماضية أني مشتغل بعض الخلافات اللي خلقت، لا ماني مشتغل بها. نعم السيد رئيس، الخلافات لم تقف فقط عند موضوع الأغلبية الرئاسية والمؤسسة العسكرية مثل ما قلنا والمؤسسة الأمنية، وصلت حتى إلى بعض المسائل الأخرى التي هي فيها بين الخاص والعام. يعني عندما تأتي مجموعة من النواب وخاصة من مجلس الشيوخ ويقولون بأنهم يعتزمون مقاضاة حرم رئيس الدولة لأنها قالت عنهم كلاما اعتبروه تشويها لهم، لأنهم كانوا لديهم اعتراضات على المؤسسة الخيرية أو الهيئة الخيرية التي تسيرها، كيف تنظرون إلى هذه المسائل عندما تصبح حتى داخل عائلة الرئيس نفسها؟ والله أنا سمعت بهذا كله ومتأسف لي جدا، لأنه يختلف عن القيم اللي عندنا ويختلف عن الطريق اللي عادة في المجتمع الموريتاني.